الخير وأهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض، نبدأها بالعناوين. بعد عقوبات إكواس، رئيس حكومة النيجر المعين من المجلس العسكري يؤكد أن نيامي ستتجاوز العقوبات. فاينانشال تايمز تكشف عن توجه السعودية للانضمام إلى مشروع رباعي لبناء مقاتلة من الجيل السادس. 10 أيام عن اجتماع بريكس المنتظر، السعودية تسعى لتوسيع تحالفاتها الاقتصادية والسياسية. في الرابعة أيضا، جولة خاصة في منجم جبل صايد في المدينة المنورة، ينتج النحاس ويصدره إلى الهند والصين واليابان. وبعد طول انتظار، الهلال يتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لمدة موسمين. أهلا بكم. أكد رئيس الحكومة المعين من المجلس العسكري بالنيجر علي الأمين زين أن بلاده قادرة على تجاوز العقوبات التي فرضتها مجموعة دول غرب إفريقيا إكواس. وقال زين في تصريحات لدويتش فيلا إن هذه العقوبات تطرح تحديا غير منصف على البلاد، لكنه شدد على إمكانية تجاوزها. وكان قد عبر المجلس العسكري في النيجر عن أسفه تجاه تضامن المجتمع الدولي مع عقوبات مجموعة إكواس. نأسف لهذا الموقف الذي اتخذه المجتمع الدولي بالتضامن مع قلة من السياسيين في النظام المخلوع، وفي الوقت نفسه عدم التعاطف مع سكان النيجر الذين تضرروا بشدة من العقوبات غير القانونية وغير الإنسانية. معنا من نيامي الخليل ولد جدود موفد العربية، أهلا بك معنا الخليل. ما أبرز آخر التطورات في الداخل النيجيري حيث أنت؟ فاطمة، أزمة انقلاب النيجر تزداد تعقيدا. منظمة إكواس والمجلس العسكري الذي استولى على السلطة بالقوة في نيامي يقدمان مطالب متباينة. المجلس العسكري يريد من الإكواس ومن أنصار الرئيس محمد بازوم أولا الاعتراف بالحكم الجديد، رفع العقوبات فورا، والتخلي نهائيا عن والتلويح بخيار باستخدام القوة لإعادة النظام السابق وبالخيار العسكري كمخرج ما من هذه الأزمة. في حين تريد الإكواس قبل مقابل تقديم ضمانات للمجلس العسكري الإفراج عن محمد بازوم وتمكينه من استئناف مهامه الدستورية وعودة النظام السابق لرفع العقوبات وإنهاء كل الإجراءات التي أقدمت عليها منذ بداية هذه الأزمة. في نيامي يسود حذر، هدوء حذر، تستمر حالة الترقب. الحياة تبدو كما تشاهدين طبيعية في الشوارع. المجلس العسكري يحاول أن لا تكون هناك مظاهر لانتشار عسكري أو أمني لافت في المدينة، يكتفي بنشر قوات النخبة حول القصر الرئاسي ومبنى الإذاعة والتلفزيون، أيضا توجد حوله قوات والمطار وبعض المواقع الحيوية الأخرى. الشارع في النيجر يتطلع لحل لهذه الأزمة. والنيجر، ولكن الخليل أيضا الشارع في النيجر من خلفك تبدو أن الحياة طبيعية والناس لا يتأثرون بما يحدث سياسيا. نعم، هذا لا توجد مظاهر لتصعيد عسكري أو أمني في الشارع، لكن وطأة العقوبات عندما تتحدث إلى الناس شديدة، وهذه بالنظر إلى الارتفاع الهائل في أسعار المواد الأساسية، انقطاع الكهرباء منذ أن قامت نيجيريا بوقف إمدادات كانت تصل إلى النيجر منها. المجلس العسكري يحاول عبر شركة وطنية توزيع الكهرباء على الأحياء، لكنه لا يستطيع توفيرها إلا لساعات معدودة. الآن هناك أيضا حديث عن انقسامات
في على المستوى الإقليمي والدولي من أزمة انقلاب النيجر والحل الذي ينبغي التوصل إليه. فاطمة، شكرا جزيلا لك من يامي الخليل ولد جدود موفد العربية. المجلس العسكري في النيجر أكد أنه جمع الأدلة اللازمة لمقاضاة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن. جمعت حكومة النيجر الأدلة اللازمة لمقاضاة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام السلطات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر، بما فيها تعاملاته مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية. وزير خارجية النيجر المعزول حسومي مسعود انتقد إعلان المجلس العسكري لمحاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى، وقال في بيان له إن الانقلابيين يريدون إعادة البلاد إلى العصر الحجري بمحاكمة رهائنهم. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن نية السعودية العمل للانضمام إلى كل من بريطانيا، اليابان وإيطاليا في مشروع بناء طائرة مقاتلة من الجيل السادس المعروفة بتيمبست. المقال الذي نشرته الصحيفة كشف أيضا أن بريطانيا أكدت أن السعودية شريك رئيسي في برنامج المقاتلات، وأنها تعمل على تحقيق تقدم قوي في هذا الصدد. في مقال الفاينانشال تايمز أكد مصدر دفاعي بريطاني رفيع المستوى أن السعودية هي إحدى الشركاء الاستراتيجيين للمملكة المتحدة، والدفاع البريطاني حريص على تعميق العمل في برنامج القتال الجوي العالمي. وأضاف المصدر البريطاني أن بلاده تعتبر السعودية شريكا رئيسيا في برنامج المقاتلات، وتعمل على ضمان تحقيق تقدم قوي في أسرع وقت ممكن. ينضم إلينا من لندن المحلل الأمني والعسكري روبرت فوكس. سيد فوكس، أهلا بك معنا في نشرة الرابعة. بداية، ما أهمية طائرات الجيل السادس؟ ماذا يمكن أن تضيف للسعودية عسكريا؟ أتحدث أعتقد أن عليكم أن تدركوا أن هذا المشروع ليس مجرد طائرة سواء كانت مسيرة أو طائرة بطيار. المفهوم بأكمله هو نظام الشبكات، وأعتقد أن السعودية تنتقل لمرحلة لتصبح لاعب مهم في الحماية الدفاعية والتقنيات الدفاعية، وهذه هي المسألة. وهذا البرنامج سيكون مكلف جدا وهو استثمار عالي جدا. طيب، بالعودة إلى مارس الماضي، كان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ونظيره البريطاني بن والس قد وقعا إعلان نوايا بشأن مشاركة السعودية في برنامج القدرات الجوية المستقبلية، وذلك خلال زيارة والس إلى الرياض. إذن برأيك هذه الجدية وهذا التوجه للسعودية كيف تقرأه؟ يعني كيف تقرأ هذا النهج الذي تنتهجه السعودية سيد؟ سيكون بالتأكيد عامل توازن مهم جدا، وقد شهدنا ذلك بالفعل. فقد شهدنا أن السعودية الآن تتقدم وتستضيف أعتقد أول نقاش ذو جدوى من مفاوضات لإنهاء أو حل الحرب الأوكرانية، والسعودية كانت مشاركة بمشاريع أخرى، فتحاول أن تدخل في صفقات دفاعية لن تكون لتطوير الدفاعات ومنظوماتها، ولن تكون فقط تحت سيطرة القوى العظمى الاثنتين الصين والولايات المتحدة. وهذا تنبيه كبير في البرنامج الذي نتحدث عنه، بريطانيا وإيطاليا واليابان، وبالتأكيد ليست الولايات المتحدة. فمن المهم أن تفوت السعودية في مثل هذا البرنامج. وهناك يعني بحسب الفاينانشال تايمز هناك أيضا قبول بريطاني لانضمام السعودية لهذا البرنامج. أنت محقة تماما
وهذه وهناك القصة التي وردت في الفاينانشال تايمز التي تتحدث عن شركة أبحاث فضائية مشارك، وهذا التقرير أغضب اليابانيين لسبب أسباب مهمة، إلا أن بيت والس القطاع الطيران البريطاني يدركون مسألة مهمة، فيتحدثون عن عشرات المليارات الدولارات من الاستثمارات، وننظر إلى البرامج المضاهية أو الموازية لها، فهي مكلفتها مئات المليارات الدولارات إن كانت في أمريكا. طيب، لنتحدث قليلا سيد فوكس عن برنامج القتال الجوي العالمي، فهو يضم تحالفا من بريطانيا، إيطاليا وحتى اليابان، ويعمل على تقديم طائرة مقاتلة متطورة للغاية لإتاحتها للتصدير في السوق العالمية بحلول 2035. سيد فوكس، برنامج القتال الجوي العالمي هل من شأنه أن يغير المشهد في سوق الدفاع العالمي كما حدث عندما أطلقت F-16 مثلا؟ أعتقد نعم، ما زال أمامنا بعض الوقت، لكن أعتقد أن التكنولوجيا تتغير بشكل سريع جدا، وهي متقدمة ومعقدة، فأوكرانيا مثلا بيّنت كيف تعمل هذه المنظومات، وهي نقطة البداية نحو هذه المنظومة، منظومة اتصالات، وأخذ هذه الجدلية بمرحلة متقدمة عما قلته، فهي ليست مجرد منصة كالF-16 أو الF-35، بل هي منظومة من أنظمة هي ما تشكل، بل هي عبارة عن سلسلة مختلفة. في أوكرانيا كانت هناك أنظمة من الطرفين وكانت بالية وقديمة وقد تضاءل أداؤها، وحتى الدبابات الاعتيادية يجب أن تستخدم بشكل مغاير، فما يتحدث تغير هو ما تغير بالأجواء من حيث الحرب الإلكترونية والأسلحة ذات الطاقة والمسيرات، هذه مسألة جديدة، وكل التطور أيضا الفضاء نتحدث عنه مع التواصل عبر الأقمار الاصطناعية، ولهذا هذا البرنامج الجيل السادس سيمضي قدما، وأعتقد أنه سيجد تمويلا من دول راغبة في أن تقدم يد العون في هذا المجال مثل السعودية، خصوصا وأنه يتميز بقدرة دفاعية وقتالية هائلة تفوق سرعة الصوت ومزودة بأسلحة ليزر متطورة وغيرها من المميزات. شكرا جزيلا لك من لندن المحلل الأمني والعسكري روبرت فوكس. في الرابعة أيضا، وزير خارجية إيران يؤكد زيارته للسعودية قريبا رفقة السفير الإيراني المعين حديثا. الرواتب تحرج قيادات الحوثيين توجه للإنفاق على التسليح وتجاهل الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. حياكم الله. قبل أقل من 10 أيام من انعقاد قمة بريكس المرتقبة، أكدت وزيرة الخارجية والتعاون في جنوب أفريقيا ناليدي باندور أن 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى المنظمة من بينها السعودية. وأشارت الوزيرة إلى أن زعماء دول بريكس سيبحثون أثناء القمة مسألة توسيع المنظمة، وأكدت باندور أن المنظمة تتحرك نحو توافق على مسائل التوسع، معربة عن أملها في الوقت ذاته من التوصل إلى قرارات في هذا الشأن خلال القمة. هنا في جوهانسبرغ، تطورات جوهرية مرتقبة قد تقلب موازين قوى العالم الاقتصادية. الأنظار حتماً ستتجه إلى قمة بريكس المقرر انعقادها في 22 وحتى 24 من أغسطس،
فالمجموعة ستناقش قضية التوسع بعد تقدم 23 دولة بطلبات انضمام رسمية، لكن لماذا قد يشكل توسع التحالف علامة فارقة؟ المجموعة المكونة من 5 دول هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، بدأت ب4 دول قبل انضمام جنوب أفريقيا لها في العام 2011 لتغير اسمها من بريك إلى بريكس، وتعتبر من أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، إذ تحقق دولها معدلات عالية في النمو الاقتصادي وتمتلك موارد طبيعية وبشرية كبيرة، فسكانها يشكلون 41% من الإجمالي العالمي. من أبرز أهدافها تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني وزيادة التعاون مع البلدان غير الأعضاء في المجموعة، كما تسعى إلى إطلاق عملة موحدة للحد من هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي. هذا بالنسبة للمجموعة، لكن من هم أبرز الأعضاء المرتقب انضمامهم؟ صحيفة أتاليا الإسبانية تناولت تفصيلاً احتمالية انضمام السعودية إلى التحالف وآثارها، حيث اعتبرت أن هذا العضو الجديد المحتمل سيلعب دوراً مهماً بسبب حجمه الاقتصادي الكبير، فضلاً عن فتح الباب لإمكانيات هائلة للتعاون والمناورات الاقتصادية في العالم، إضافة إلى أن الدول الخمس الأعضاء وأيضاً السعودية هم أعضاء في مجموعة 20، ما يعكس حجم قوتهم عالمياً. ومن داخل المجموعة ذاتها أيدت البرازيل انضمام دول منها السعودية والإمارات، حيث أكد الرئيس البرازيلي أن المجموعة ستعمل على تعزيز الدور الريادي لبنكها، وهو ما سيساعد لبناء عالم أفضل. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن زيارة مرتقبة للسعودية خلال الأيام القادمة. عبداللهيان أكد أيضاً أن السفير الإيراني لدى المملكة سيرافقه في رحلته إلى السعودية ليبدأ نشاطه في الرياض في المستقبل القريب. هذا وكانت الخارجية الإيرانية أشارت إلى أن زيارة الوزير الإيراني للسعودية ستشمل مناقشة قضايا إقليمية ودولية واقتصادية مع الجانب السعودي. قالت الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي لليمن يزور دول الخليج اليوم لترسيخ الجهود الأممية لتوسيع الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة. كما أكدت الخارجية الأمريكية أنها تعمل عن قرب مع الأمم المتحدة والسعودية والإمارات وعمان، بالإضافة إلى شركاء آخرين للبناء على الهدنة الأممية، وأضافت أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم حل للصراع اليمني في أقرب وقت ممكن. في اليمن صعدت ميليشيا الحوثي باستخدام لهجة التهديد والتلويح باستئناف الحرب، وذلك في ظل تصاعد مطالب الموظفين اليمنيين في مناطق سيطرتها بصرف الرواتب. الميليشيا أكدت أنه تم منح كافة الفرص من أجل الوساطات للتوصل إلى اتفاق، وأنها لن تتغاضى عن حقها في العائدات النفطية. من جهتها اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات بأنها تحاول إغراق وسائل الإعلام بالأكاذيب حول الرواتب للتغطية على حقيقة أن انقلابها هو ما أدى إلى وقف صرفها. معنا من لندن محرر الملف اليمني في صحيفة الشرق الأوسط بدر القحطاني، أهلا بك معنا في نشرة الرابعة. سيد بدر، حدثنا عن الواقع الذي يعيشه المواطنون من ضغط الرواتب، وذلك طبعا في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. مساء الخير ما عليك وعلى السادة المشاهدين. أعتقد أن اختيار الحوثيين لهجة التصعيد في مسألة تتعلق بالداخل اليمني مسألة ربما قد لا نستغربها كمراقبين للمشهد، لأن هذه الميليشيات لا تفهم إلا لغة القوة. وإذا عدنا إلى مسألة قرارات السلم والحرب، فهي أصلاً ليست بيد الحوثيين، هي ربما أوراق تريد أن تتلاعب بها الجماعة لتجابه الضغط الطبيعي والمفهوم
المواطنون في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة لم يستلموا رواتبهم منذ 6 سنوات. وست سنوات يعني نحن نتحدث عن موظفي القطاع العام ولا نتحدث عن الإتاوات الكبيرة التي تفرض على التجار وعلى مختلف قطاعات الأعمال داخل المناطق التي تسيطر عليها الجماعة. هذه الطريقة هي عبارة عن محاولة حوثية لاتخاذ خطوة استباقية للمفاوضات أو للوساطات الجارية، وتحاول الجماعة بهذه الخطوة. طيب يعني سيد بدر، أفهم من حكيك أن يعني لا مجال للتصعيد من قبل الحوثيين، يعني واقعيا لا يمكن لهم أن يصعدوا في الحرب؟ لا أعتقد أن الحوثيين سوف يختارون خيار التصعيد على الأقل بالمعطيات الحالية. وإذا قرأنا الصورة الأكبر في المنطقة نجد أن هناك حرص إيراني على عدم التفريط في المكتسبات التي حصلت في الفترة الماضية. الحوثيون أنفسهم على المستوى الداخلي فترة الهدنة هذه الغير معلنة والمستمرة منذ العام الماضي أراحت الجميع، ولكنها أثقلت كاهل المواطن اليمني البسيط. هناك 30 مليون يمني لا أعتقد أنه يهمهم كثيرا من سيكسب سياسيا وعسكريا بقدر ما تهمهم كسب العيش الخدمات والرواتب. بالضبط ما يهمهم طيب. هو الراتب، هو القطاع الصحي، هو الماء النظيف، هو الخدمات بشكل عام، لا يهمهم المكاسب السياسية. طيب اسمح لي، فبالتالي إذا كانت الجماعة أن نستعرض تصريحات لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، يعني قال فيها بأن ميليشيا الحوثي المسؤولة كاملة عن إجهاض كل الحلول لإعادة انتظام صرف الرواتب، وأكد أن الميليشيا الحوثية ضاعفت جبهاتها أو جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص خلال عامي 2022 و23. أعود إليك سيد بدر، يعني هذه التصريحات هل تعكس ربما فجوة كبيرة واستمرار هذه الفجوة بين الحكومة اليمنية والحوثي؟ بكل تأكيد الجماعة لم تقتصر في شرورها على الجبايات وحرمان الموظفين من الرواتب وفرض الجبايات، بل هاجمت عبر هجمات صاروخية الميناء النفطي الذي تصدر منه الحكومة اليمنية قليلا من النفط، وتحصل على مردودات بسيطة تستطيع من خلالها أن تدفع الرواتب في المناطق المحررة. فهي حرمت حتى اليمنيين في المناطق المحررة من الحصول على رواتبهم. ولولا التدخل السعودي الأخير لأصبحت الحكومة اليمنية في مأزق. ولكن الحكومة اليمنية تتمتع بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، ولهذا السبب نجد الحكومة تستطيع أن تفي على الأقل بالحد الأدنى من التزاماتها. في المقابل إذا كانت الميليشيات الحوثية صادقة وأنها فعلا تستطيع حتى لو جزئيا أن تملك قليلا من قرارها على الأقل على الصعيد المحلي، عليها أن تفرج عن الموارد الضخمة التي تجنيها سواء من ميناء الحديدة أو الموارد التي تأخذها من موارد الدولة. نعم، وتصرف على الأقل من السؤال الراتب. سيد بدر، يعني لماذا تصر ميليشيا الحوثي على الصرف على التسليح والأسلحة وتتجاهل الرواتب والصرف على المبادرات التنموية؟ بكل بساطة لأنها ميليشيا وليست دولة. لأنها لو كانت دولة أو حتى لو كانت تريد أن تمثل أنها دولة مسؤولة وأنها لا تعامل الشعب اليمني بمعاملة دونية وفئوية أو بطبقية معينة لكانت على الأقل صرفت نصف الراتب. تخيلي أن الجماعة تعلن بين فينا وأخرى أن هناك نصف راتب قاتل ولا تصرف، ولا يصرف لا للقطاع الحكومي ولا حتى حقوق التجار التي تهضم وتبلع. وفي المقابل نرى المناسبات الطائفية يبذخ عليها، يصرف عليها الكثير من الأموال. نرى في بعض الأحيان مقاطع فيديو متداولة الكثير من الأموال ترسلها الجماعة إلى حزب الله، وكأن حزب الله في حاجة أموال اليمنيين لكي يدعم وكي تدعم عملياته. وهذا في الأخير يعني نعود إلى المواطن البسيط، نعود إلى 30 مليون يمني 70% منهم يعيشون في الأرياف. هذا كله لا يهمهم، ما يهمهم هو رواتبهم، هي المبادرات التي أطلقتها مثلا الحكومة اليمنية لدفع الرواتب 2019. ذهبت الميليشيات وغيرت العملة النقدية، فلم تستطع الحكومة أن تدفع الرواتب، لأنها حتى لو دفعت الرواتب فالعملة التي يستلم بها المواطن اليمني القابع في مناطق سيطرة الحوثيين لا يستطيع أن يتصرف بتلك الأموال. صحيح، هذا كله خارج عن إرادة واحدة وهي تدمير الشعب اليمني. على الميليشيات إذا كانت صادقة أن تنهي هذه الأزمة. الآن مسألة الاقتتال توقفت جزئيا، هناك خفض التصعيد، هناك التزام الحكومة اليمنية
هناك رعاية للتحالف ودعم لجميع أطراف اليمن بما فيهم الحوثيين لوقف القتال والذهاب إلى مفاوضات تفضي إلى إنهاء هذه الأزمة، وعلى هذه الأزمة أن تنتهي قريبا لأنها أطالت وجثمت على كاهل اليمنيين 8 أعوام ولا نريد أن تستمر حتى إلى العام التاسع. ويبقى أن ربما تعيد جدولات أولوياتها وتضع صرف الرواتب في أعلى هذه الأولويات. شكرا جزيلا لك من لندن محرر الملف اليمني في صحيفة الشرق الأوسط بدر القحطاني. في الرابعة أيضا، بعد طول انتظار الهلال يتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لمدة موسمين. صور خاصة من جزيرة أمهات في وجهة البحر الأحمر تستعد لاستقبال السياح قريباً. بعد عقوبات إكواس، رئيس حكومة النيجر المعين من المجلس العسكري يؤكد أن نيامي ستتجاوز العقوبات. فاينانشال تايمز تكشف عن توجه السعودية للانضمام إلى مشروع رباعي لبناء مقاتلة من الجيل السادس. 10 أيام من عن اجتماع بريكس المنتظر، والسعودية تسعى لتوسيع تحالفاتها الاقتصادية والسياسية. وجولة خاصة في منجم جبل صايد في المدينة المنورة ينتج النحاس ويصدره إلى الهند والصين واليابان. وبعد طول انتظار الهلال يتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لمدة موسمين. حياكم من جديد. 35 يوما تبقت على انتهاء التسجيل في جائزة العمل، الجائزة التي تمنحها وزارة الموارد البشرية في السعودية للمؤسسات والشركات الأفضل. الزميلة شهد المتروك تعرفنا أكثر على الجائزة، نتابع. جائزة العمل نموذج لتحفيز الشركات في السعودية ومنشآت القطاع الخاص أيا كان حجمها، صغيرة أو متوسطة، كبيرة أو حتى عملاقة. ستكون بانتظار المنشآت المميزة، حيث يستمر التقديم حتى 20 سبتمبر المقبل. وتتنافس شركات القطاع الخاص في السعودية ضمن 4 مسارات، هي مسار التوطين وبيئة العمل والمهارات والتدريب، وأخيرا مسار الرئيس التنفيذي. وبالحديث عن المسار الأول التوطين، فأكثر المعايير أهمية للظفر بالجائزة هو استدامة التوطين، بمعنى أن 70% من نقاط المسار ستذهب للقيادات السعودية في الشركة ومدى استدامة وظائفهم. دعونا نذهب إلى المسار الثاني، بيئة العمل، حيث تعزز الجائزة التميز في بيئات الأعمال ومناسباتها لكل الفئات، فضلا عن اشتراطات الصحة والسلامة. أما المسار الثالث للجائزة وهو المهارات والتدريب، فيقع ضمن نطاقين. الأول متابعة الالتزام بتدريب وتطوير الموظفين، والآخر يمنح لأفضل برنامج تدريبي للخريجين. وأخيرا المسار الرابع هو أفضل رئيس تنفيذي، فقد أضيف للمرة الأولى في مسارات الجائزة، ويشترط وجود الرئيس في منصبه لمدة لا تقل عن 3 أعوام. ونذكر أخيرا بالاشتراطات العامة، لابد أن يتجاوز عدد الموظفين في المنشأة 50 موظفا، وأن تكون ضمن النطاق الأخضر فأعلى للحصول على إحدى الجوائز 27. نذهب إلى المدينة المنورة التي تحتضن عدة مناجم، أبرزها منجم جبل صايد، أحد أهم مناجم النحاس المكتشفة في السعودية. المنجم يعمل بتقنيات متطورة تحد من التدخل البشري على مساحة تتجاوز 16,000 متر مربع، كما أن للمنجم قدرة إنتاجية تزيد عن 250,000 طن سنويا من مركزات النحاس. من داخل منجم جبل صايد غرب السعودية وتحديدا في المدينة المنورة ينضم إلينا مراسل العربية هاني صفيان. أهلا بك هاني، ماذا لديك من المنجم؟ طبعا منجم جبل صايد الواقع ضمن نطاق الدرع العربي، ويقع تحديدا جنوب شرق المدينة المنورة، والذي ينتج آلاف الأطنان من النحاس. هذا المنجم الذي أقف
تحديدا عند مدخل لأحد الأنفاق التي تخرج منها هذه الآليات الحديثة والتي تحمل أطنان كبيرة وألاف كبيرة من الأطنان من النحاس من عمق قرابة الكيلومتر، هي تحملها إلى الخارج ليتم بعد ذلك معالجتها وتصديرها إلى الدول الخارجية. عموما حديثنا اليوم عن المعاجم وكيفية المعالجة، ينضم معي المهندس عمر الزهراني وهو مدير عمليات الإنتاج هنا في منجم صايد أو منجم جبل صايد. مرحبا بك مهندس عمر، وتحدثنا بداية عن عملية الإنتاج والطاقة الإنتاجية في هذا المنجم. في منجم جبل صايد التابع لشركة معادن بريك، تقدم مساحة 16,000 متر مربع وينتج ما يقارب 250,000 طن في السنة. طيب، من مركزات النحاس. جيد. طيب حدثنا عن عملية استخراج هذا الحجر الصخري من النحاس أو المادة الخام من النحاس منذ خروجها من هذه الأنفاق حتى وصولها للمعالج. بعد خروج الخام من باطن الأرض يتم نقله بواسطة شاحنات ويتم إرساله أو نقله إلى المصنع، ومن هناك يتم في عدة مراحل حتى الوصول المنتج النهائي اللي هو مركزات النحاس، ويتم تصديره إلى الهند والصين واليابان. يعني ان نشاهد الصخور الان اللي هي مكونه من النحاس، اعتدنا دائما نشوف النحاس على شكل سبائك وكذلك الواح نحاسيه بلونها النحاس، لكن هنا اللون عندنا لون حجري يعني. نعم، في منجم جبل صايد المنتج هو عباره عن مركزات النحاس، نقوم بانتاجه وتصديره كمنتج. طيب، ويرسل الى او يصدر الى الدول الاخرى كمواد أساسية من خلالها يتم تصنيعها لاحقا كمنتج نهائي كألواح نحاسية أو أسلاك نحاسية وخلافه. قبل أن أعود إليك وأكمل حديثي معك، هذه واحدة من الآليات الآن التي قامت بإخراج الكميات الكبيرة من خام النحاس وأيضا وضعها في المكان الخاص المعد لبدء مراحلها الأخرى وهي للمعالجة، وكما نشاهد هي من الآليات الحديثة والنوعية والخاصة بنقل هذا الحجر الصخري من النحاس. هناك أيضا آلية أخرى هي قادمة من داخل النفق، وسوف الآن نرصدها عبر كاميرا العربية لخروج إحدى الآليات التي تخرج والآن تحمل أطنان كبيرة من النحاس. سوف أعود إليك بس مع لحظة رصد هذه الآلية مهندس عمر، دعنا نتحدث عن باقي الأحجار الآن التي لا يتم الاستفادة منها في النحاس الخام. الأحجار التي لا تحتوي على خام النحاس يتم إعادة أو الاستفادة منها في إعادة تدويرها في تمهيد الطرق داخل المنجم. طبعا في الصورة الأخرى أيضا كما نشاهدها الآن السادة المشاهدين، هناك صورة أخرى لغرفة تحكم عن بعد لإحدى الآليات التي يتم التحكم بها عن بعد داخل الأنفاق، وهي من الطرق الحديثة وأيضا التحكم الآلي عن بعد، وذلك كإجراء احترازي لسلامة أيضا الكوادر البشرية التي تعمل. نعم، هناك قرابة أو ما يزيد عن 85% من نسبة التوطين أو نسبة السعوديين الذين يعملون في داخل هذا المنجم والذين يقومون بالعمل على استخراج هذا النحاس الخام والذي الآن ترصده كاميرا العربية، ولعلها اللحظات الأولى ولأول مرة ترصد كاميرا العربية لحظة خروج النحاس من النفق إلى المكان المعد. لا طبعا، هذه الآلية التي نشاهدها الآن هي آلية حديثة متخصصة وهي خاصة فقط بنقل النحاس الخام حتى يتم مروره بمراحل عدة ويخرج كمركزات خام. أيضا الآن لو تحدثنا عن المرحلة التالية للآلية. المرحلة التالية الآن يروح الجهاز مسح، جهاز حديث تقنية عالية، يتم عملية مسح للكمية المتواجدة الآن في الشاحنة وأحجامها. يقيس أحجام. نعم، يقيس أحجامها والكميات المتواجدة. نعم، شكرا لك مهندس عمر. إذن هذه الشاحنة التي تقف الآن عند الميزان الخاص لقياس الكميات وكذلك قياس
الأحجام ووزن هذه الشاحنة التي تحمل أطنان من النحاس الخام وتتجه به إلى منطقة الفرز، وبعدها تتم عملية المراحل، مراحل المعالجة حتى تخرج مركزات النحاس بشكلها المعتاد والتي تصدر إلى الخارج. شكرا لك هاني، كنت معنا من داخل منجم جبل صايد غرب السعودية وتحديدا في المدينة المنورة. للشهر الثاني على التوالي يشهد العالم ارتفاعا غير مسبوق لدرجات الحرارة. العالم العربي لم يكن بعيدا، بل سجل درجات فاقت 50 درجة مئوية. هذا ليس عدادا لمحطة وقود، بل هو جهاز يقرأ درجة الحرارة في الجزائر التي وصلت إلى 57 درجة مئوية. موجات الحر والجفاف ومنذ شهر يوليو الماضي تضرب عدة دول عربية. هذه العاصمة نواكشوط بدأ الجفاف واضحا على أرضها، حتى وإن لم تكن هذه مياها صالحة للشرب، لكنهم اصطفوا للحصول عليها، فهم يعانون من نقص المياه منذ أكثر من أسبوع بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. إننا نشعر بالعطش منذ 3 أيام، لا تتوفر المياه، نضع زجاجات تحت صنبور المياه منذ الصباح الباكر على أمل الحصول على قطرة ماء، ولكن لا شيء يأتي. نحن الآن نستخدم المياه المعبأة في زجاجات، مرت نحو 9 أو 10 أيام ولا نحصل على ماء. الأردن لم يكن بعيداً، فقد سجل درجات حرارة وصلت إلى الأربعينات، وغير المواطنون أسلوب حياتهم بسبب هذه الموجة. استمرار ارتفاع درجات حرارة أيام طويلة يعمل على زيادة ما يسمى بالإجهاد الحراري، وهذا الأمر يؤثر على سلوكيات الناس بشكل مباشر. فمثلاً تتجه الناس إلى تغيير أوقات نشاطاتها الرئيسية إلى أوقات خارج أوقات الذروة، فتصبح النشاط أكثر في ساعات الليل والليل المتأخر. أيضاً نجد أن هناك يصبح هناك إقبال أكبر على أجهزة التبريد والتكييف بشكل كبير جداً. مصر شاركت الأردن في ذات الأرقام، وكانت مياه النيل الملاذ الآمن للهاربين من حرارة الصيف. وهذه الراية البنفسجية رفعت في العراق، فقد رفعتها شركات نفطية استثمارية في البصرة بعد تجاوز درجات الحرارة 52 درجة مئوية. وهذه تشير إلى الأشعة فوق البنفسجية القصيرة الأشد خطراً على الإنسان، إذ تؤدي إلى الإصابة بضربة الشمس وتعمل على قتل الخلايا الحية في الجسم. رفع السعد، العربية. الأمطار خلال هذه الأيام تسمى أمطار الخريف على كل من سلطنة عمان، اليمن وحتى جنوب السعودية، لتزامنها مع موسم خراف الثمار. التفاصيل في تقويم مع خالد إزعاج. خلال هذه الأيام انكمش لسان رياح البوارح الشمالية، فتدخلت علينا الرياح الجنوبية جارة معها الرطوبة. منين؟ من بحر العرب. فتحولت هذه الرطوبة إلى سحب ماطرة على سلطنة عمان واليمن وجنوب السعودية، وإلى سحب عابرة على بقية المناطق. قد تتطور إلى سحب ماطرة بأمطار سيلية على نجد وتهامة وبعضا من الحجاز، وهذا أمر طبيعي ومتوقع خلال موسم سهيل. لكن هذه السنة تقدمت عن موسمها، والعامة يقولون لا طلع سهيل لا تامن السيل. والأمطار خلال هذه الأيام تسمى بأمطار الخريف على سلطنة عمان واليمن وجنوب السعودية. ليش؟ لأنها تتزامن مع موسم خراف الثمار، وعندنا يسمونها بأمطار الهريف لأنها تهرف أي تضر على تمر النخيل، وكذلك إذا شربت منها السباع أو البهم فإنها تصاب بداء الغلث، والعام يسمونها امغلوثة. والسحب تسمى بالسحب العابرة أو السحب العكسية. اكتم الأمرين فقرا وغنى، واكسب الفلسة وحاسب من بطل، والدرع جدا وكدا، واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل.
قالت الأمم المتحدة إن العراق صنف من بين الدول الخمس الأكثر تأثراً بتداعيات التغير المناخي، حيث يعيش اليوم واقعاً مأساوياً دخل عامه الرابع من الجفاف، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 52 درجة مئوية. هنا العراق، وهذه بحيرة الحبانية جافة وقاحلة، البحيرة التي كانت شواطئها أحد أفضل المنتجعات السياحية في الشرق الأوسط، تحولت اليوم لبركة تراب مهجورة ولا سياحة فيها. محمد شاب يعمل في متجره الصغير، يشكو اليوم من قلة الإقبال على معدات السباحة والمرطبات لسياح لم يأتوا هذا العام بسبب شح المياه. وصلنا يعني سنتين ثلاث سنوات كان شغل وحركة والعالم تشتغل وحتى يجون من برا يشتغلوا من المدينة السياحية، بس بسبب المي ماكو، وقف الشغل وقف كل شيء، الحركة وقفت كلها سبب المي. درجات حرارة قياسية في العراق غيرت ملامح أماكن كثيرة. في الحبانية تراجع منسوب المياه ل 500 مليون متر مكعب، بينما قدرتها الاستيعابية تتعدى في الواقع 3 مليارات متر مكعب. اليوم الحبانية ليس فيها سوى كلاب شاردة ونوارس تحلق فوق ما تبقى من المياه الضحلة. احنا هالبحيرة الحبانية مثل ما تشوفون هسه كان المي لهنا، هسه المي تشوفونه وين واصل لهناك، تدرين هذا يقلل الإقبال الناس على المكان، لأنه المي درجة أولى أنه الناس تيجي ترتد المكان المي للسباحة. مشاكل كثيرة سببت أزمات العراق المالية، أحدها تراجع منسوب مياه دجلة والفرات بسبب السدود التي أقامتها تركيا، وكذلك في ظل احتباس حراري جعل العراق البلد الخامس على مستوى العالم كأكثر البلاد تضرراً بأزمة المناخ. رند الشيخ، العربية. ختام الرابعة إلى العناوين. بعد عقوبات إكواس، رئيس حكومة النيجر المعين من المجلس العسكري يؤكد أن نيامي ستتجاوز العقوبات. فاينانشال تايمز تكشف عن توجه السعودية للانضمام إلى مشروع رباعي لبناء مقاتلة من الجيل السادس. 10 أيام عن اجتماع بريكس المنتظر، السعودية تسعى لتوسيع تحالفاتها الاقتصادية والسياسية. جولة خاصة في منجم جبل صايد في المدينة المنورة، ينتج النحاس ويصدره إلى الهند والصين واليابان. بعد طول انتظار، الهلال يتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لمدة موسمين. في أمان الله. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.